جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دائما تتردد الأسئلة والأفكار حول الرؤية لشهر رمضان المبارك شيخ طالع، ولا سيما وهناك أناس أيضا يذكرون ويقولون إن الأمة الإسلامية تتوحد برؤية هلال شهر الحج، فلماذا لا تتحد أيضا في رؤية هلال شهر رمضان؟ ماذا يقول الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، أتم توضيح، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، علق الصيام بأمر ظاهر لا كلفة فيه ولا مشقة، وهو رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، جعل علامات للعبادات واضحة يعرفها العامي والمتعلم ويعرفها الحضري والبدوي، وذلك برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، كما أنه جعل للصلوات مواقيت ظاهرة يعرفها كل أحد، الفجر بطلوع الفجر، الظهر بزوال الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، العصر بمصير في الشيء أي ظل الشيء مثله إذا تساوى الشيء الشاخص وظله كالجدار والشخص والعصا أو أي شيء شاخص، إذا تساوى الشيء الشاخص المرتفع مع ظله وجبت العصر، هذه علامة واضحة. وجعل وقت المغرب بغروب الشمس، هذا شيء واضح، غروب الشمس في الأفق وإقبال الليل من جهة المشرق، وجعل علامة دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، وكذلك الصيام، يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه علامات واضحة لا تكلف فيها والحمد لله، وليس بلازم أن يتحد الناس في الصيام لأن هذا فيه مشقة عليهم، فالله جل وعلا يسر وعلق الأمر برؤية الهلال بالنسبة لكل إقليم يبتعد عن الآخر مسافة تختلف فيها المطالع كما أشرنا. أما إذا كانوا في إقليم أو منطقة لا تختلف فيها المطالع فإنه يكتفى برؤية واحد من المسلمين، ويلزم الناس كلهم الصوم، كل من بلغ رؤية الهلال يلزمه الصوم بذلك برؤية غيره الحمد لله، ولا يضر اختلاف المسلمين في بداية الصيام ونهايته. لأن كل قوم أمروا أن يصوموا بحسب رؤيتهم وأن يفطروا بحسب رؤيتهم، وهذا فيه تيسير على الأمة، ولم يحصل بذلك خلل في الأمة في الصدر الأول في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، ما حصل عندهم خلل في الأمة بسبب عدم اتحادهم في الصوم. الحمد لله. كما أنهم لا يصلون في وقت واحد، الناس في مختلف أقطار الأرض لا يصلون في وقت واحد، لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، يختلف توقيته، ولم يضر هذا بالأمة كما يظن بعض الجهال، لأن الله أوجب على كل فئة من المسلمين في أي بقعة من الأرض أن يصوموا بحسب العلامات وأن يفطروا بحسب العلامات وأن يصلوا الصلوات الخمس بحسب العلامات التي نصبها الله سبحانه وتعالى إذا ظهرت لهم في أي مكان من الأرض. والذي فرق المسلمين الحقيقة إنما هو اختلاف العقيدة ودخول الخرافات والعقائد الفاسدة في المسلمين، هذا هو الذي فرقهم. يوم أن كان المسلمون على عقيدة واحدة وعلى دين واحد واتباع للكتاب والسنة كانوا أمة واحدة غير مختلفين، ولما دخلت العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة والطوائف الضالة في الأمة تفرقت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي الأمة التي لا تفترق، ما كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذه لا تفترق، لا تفترق في دينها، وإن تفرقت في أوطانها وأبدانها في مناطق الأرض إلا أن دينها واحد، عقيدتها واحدة وأخوتهم واحدة. وكذلك
مما فرق المسلمين عدم تحكيم كتاب الله وسنة رسوله. لما حكم القوانين الوضعية وأحكام الطاغوت حصل الافتراق والخلل في الأمة. وقد جاء في الحديث أو في الأثر: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه هي الأسباب اللي الواجب أن تعالج هذه الأسباب حتى تتفق الأمة. أما قضية الهلال، قضية بداية الصوم أو نهايته، هذه أحكام شرعية بينها الله سبحانه وتعالى لعباده، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا حصل في ذلك اختلاف ولا افتراق. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كم تقدرون المساحة التي يمكن لأهلها أن يصوموا برؤية الهلال في وقت واحد؟ كما ذكرنا المساحة التي لا يختلف فيها المطلع. وبعضهم يقول إذا اشترك الناس في جزء من الليل، نعم، إذا اشتركوا في جزء من الليل، نعم، فإنهم يكونون يصومون بصيام واحد ويفطرون بإفطار واحد. طيب. أما إذا لم يشتركوا في جزء من الليل، نعم، فلكل قوم رؤيتهم. بارك الله. وبعضهم يحدد هذا بمسافة حسب درجات الفلك، نعم، كما يعرف ذلك الفلكيون. نعم. نعم. لكن الذي يميل إليه الشيخ صالح هو اختلاف المطالع، سواء قلنا أن هذا بحسب المسافة ودرجات الفلك أو أنه بحسب الاتفاق في جزء من الليل. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله.